انه بيمر قطار التسوية من دوننا، اركضوا لحقوا حالكم طلعوا. فنحن ما منخاف وبدنا نبقى خارجه، لانه بدها تسقط، وبس تسقط بدنا نقول نحن خارجه، ما بدنا نسقط معه. لطالما سيعيد رئيس التيار الوطني الحر حساباته ألف مرة قبل اتخاذ القرار الرئاسي المناسب، ليس خوفاً على قطع علاقته بالثنائي الشيعي فحسب، بل لعدم خسارة رهانات تصريحاته الذي رفع سقفها في الآونة الأخيرة. فمن منا لا يذكر جملة باسيل الشهيرة في خطاب جزين، حيث قال: بدنا رئيس إذا انتخبناه نقدر نتطلع بعيون ولادنا وتيارنا وشعبنا، مش نستحي وما نعرف نجاوب إذا سألونا ليش اخترتوه. ونقلاً عن موقع النشرة، فقد ذكر نواب تكتل لبنان القوي باسيل بهذه الجملة سائلين إياه: هل يمكن أن نفعل ذلك بحال دعمنا أزعور؟ لم ينجح زعيم الوطني الحر في الرد على السؤال الآتي، فبحسب مصادر النشرة فإن الحجج المتخذة لمعارضة نواب الوطني الحر حول ترشيح جهاد أزعور أقوى بكثير من حجج تبني ترشيحه. السؤال على هذا الصعيد: هل يتمكن جبران باسيل فيما بعد من إقناع نواب لبنان القوي بأزعور؟ حيث بشر نائب سليم عون أن التكتل في حالة اتفاق، وهذا ما أشار إليه فيما خص إعلان ترشيحهم للوزير السابق جهاد أزعور. ومبارح اللي بحب بشر فيه الكل انه كلنا اتفقنا رغم كل هيدي الاراء اللي عم نحكيها، ويمكن انا بحكي اكثر، انا هي اول مره بحكي على الخارج لانه تم تسريبها. ايه، لانه حكيت حضرتك انه قلت انه من الصعب نسوق قدام جمهورنا جهاد أزعور، صحيح هالكلام؟ ما قلت، لا مش انه من الصعب نسوق، عم بعطي رايي. بالمقابل، معلومات اساس ميديا اكدت على ان نواب التيار ابراهيم كنعان، الان عون، سيمونا بيراميا، اسعد درغام والياس بصعب باتوا يواجهون بشكل علني هجمات ارتدادية من الماكينة المؤيدة لباسيل، إلى درجة إعلان انزعاجهم من إطلاق هذا الفريق تسمية مجموعة الخمسة عليهم، للإيحاء بأن الاعتراض ينحصر بهؤلاء النواب فقط. بالتيار ما في أفضليات بين متمولين ومناضلين، أكبر متمول مثل أصغر مناضل بالتيار، هيك لازم هو يتعاطى معكم وهيك لازم أنتوا تتعاطوا معه. كلنا مناضلين لقضية لبنان وقضية التيار. ثلاثة، لا جماعات ولا مجموعات بالتيار، لا بجزين ولا خارجها. يلي بده يكون بالتيار أو بده يبقى بالتيار عليه يكون تحت سقف نظامه ومبادئه، ويلي بيعتقد نفسه أكبر من التيار يفل منه لنشوف حجمه. لعلها تكون انقلبت المواجهة الرئاسية إلى حرب داخل الوطني الحر في وقت يسأل متسائل: هل فقد قائد السفينة جبران باسيل السيطرة على مركبته وسط الأمواج ورياح الرئاسية العاصفة؟